انا بحب بس اجيب لكم الاخر. ارجو غدا ان نتابع ما يحدث في لبنان، لانه غدا يوم مفصلي، غدا تنتهي المهلة التي وضعها رئيس الوزراء سعد الحريري لكي يصل إلى حل يرضي اللبنانيين. غدا في كلام على أنه تم تسريب وثيقة من خلال رويترز، إصلاحات تعهد بها رئيس الوزراء اللبناني، وقالوا أنه هو عرضها على شركائه في الوزارة، سواء كان التيار الوطني الحر أو كان حزب الله أو كان التكتلات النيابية الأخرى الموجودة في الوزارة. وحضراتكم قدامكم القرارات اللي هيتم اتخاذها، منها قرارات ليها علاقة بالكشف عن سرية المصارف والمسؤولين وحسابات المسؤولين، قرارات ليها علاقة بالكهرباء، قرارات ليها علاقة بالضرائب، قرارات ليها علاقة بمرتبات العسكريين، قرارات ليها علاقة بمرتبات القضاء، قرارات ليها علاقة بالصناديق الاستثمارية اللبنانية. أكثر من 24 قرار الحكومة اللبنانية ناوية تعرضها بكرة على المواطنين اللبنانيين. سؤال، هل ده هيجيب نتيجة؟ الإجابة المختصرة لا. أنا بس عايز إيه عشان الناس بس إيه اللي مش عايزة تتابع كتير. لا، الناس النهاردة رغم إن الأشياء اللي بيقدمها سعد الحريري للناس في الشارع أكتر من اللي هم كانوا عايزينها، يعني فيها مطالب كثيرة لم تكن موجودة، لم تكن موجودة. فتعود الحكومة للناس وتقول لهم احنا عاملين ده، فالناس تقول له لا تمشي يا جماعة. طب انتوا مش كنتوا عايزينك تمشي؟ طب احنا كده هيبقى في فوضى وفراغ في لبنان، تمشي. كل يعني ايه يمشوا كلهم؟ قالوا ان الحد الادنى ان رئيس الوزراء يرحل، والحد الاقصى ان يرحل رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية. الانجليز ليهم مثل بيقولوا ايه، تو سلو تو ليت، بطيء جدا متاخر جدا. وهذا الامر ينطبق الان على الحكومه اللبنانيه. السؤال المهم وملاحظه، يعني هو سؤال وملاحظه، الملاحظه اننا لم نرى كاميرا واحده في الضاحيه الجنوبيه الخاصه بحزب الله وتهديد حزب الله منذ 3 ايام. واضح إن الحكومة لو استقالت الحكومة تتحاكم، وإن حزب الله قادر على التحرك في الشارع. هل حزب الله ناوي ينزل في مواجهة مع الشعب اللبناني؟ لما بقول الشعب اللبناني ما بهزرش، لأنه اللي موجودين في الشارع الآن 1,700,000 من تعداد 7 مليون أو 6.5 مليون، لو تشيلوا الأطفال والكبار وبتاع، دول معناهم 40% من الشعب اللبناني موجودين، مش في بيروت بس، في بيروت وكل المدن اللبنانية والمحافظات اللبنانية. هل حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر كل هؤلاء مستعدون للنزول في مواجهة مع الشعب اللبناني؟ ده السؤال اللي حيجا. عشان كده أنا بقول لحضراتكم بكرة يوم هام جدا بالنسبة للبنانيين. هل ممكن اللبنانيين الإجراءات الإصلاحية بتاعت الوزارة بتاعت سعد الحريري ترضيهم؟ من ردودهم ومن إصرارهم بقول لا. طيب ماذا سيحدث؟ هل هتستقيل الحكومة؟ هذا هو المطلب الشعبي. أنا بس بين قصين او بين هلالين زي ما اخواني اللبنانيين بيقولوا. يا جماعه انتوا بتتكلموا على رفع السريه على الحسابات، هو لو في حد فاسد، معلش ده مش تدخل في الشأن اللبناني، انا بتكلم بشكل عام، هيحط فلوسه في لبنان؟ يعني حد سرق،
يعني يتحدث اللبنانيين عن فساد وسرقة من مسؤولين. هو في مسؤول هيبقى خد عمولة أو سرق فلوس هيحط فلوسه في لبنان؟ في بلد اسمها سويسرا. إنما بكرة يوم محوري. حتى الآن الشعب اللبناني يضرب مثالاً محترماً للتظاهر وللاحتجاج وللمطالبة، وهو شعب يتحدث عنه ما عندوش كهرباء، ما عندوش بنزين، الدولار سعره أصبح غير مستقر، ما فيش توظيف، ما فيش أمل، في فساد. كل هذه الأسباب خلت الشعب اللبناني يصل إلى هذه المرحلة. ماذا سيحدث غدا بعد انتهاء المهلة اللي حطها سعد الحريري وبعد تسريب الرسالة أو الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تعملها؟ هل سيقبل اللبنانيين؟ هذا أمر في إيد اللبنانيين. سنرى غدا ماذا سيحدث، وغدا يوم هام بالنسبة لإخواننا اللبنانيين، وغدا حلقة جديدة من برنامج الحكاية، نتابع ماذا سيحدث في لبنان ونتابع كل الحكايات الأخرى. أرجوكم ابقوا معنا.